السياسي وينحذر حزب قلب تونس في بيان الصادر اليوم مما تقوم به بعض الأطراف من استهداف المسار تشكيل الحكومة ومحاولتها التعطيل وتسميم الرأي العام بالإشاعات لمحاولة الإرباك وتأجيل الإعلان أن الحكومة جديدة ودعوت الأحزاب والتشكيلات السياسية والبرلمانية المعنية إلى ربح الوقت استجابة لما يحتاج الوطن والشعب في هذه الظروف الاستثنائية. وعبر قلب تونس على تمسكه بموقفه المبدئي بضرورة النأي بالحكومة المقبلة على المنطقة المحاصصة وأكد على ضرورة تشكيلها انطلاقا من شرط الكفاءة والاختصاص وعلى أساس برنامج أولويته تكون اقتصادية واجتماعية. ودعا قلب تونس للإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي وحالة التعطل الإداري والسياسي والتوتر الاجتماعي. في مفرحات والله على ما يبدو قلب تونس قاعد يراقب في المشاورات اللي قاعدة تصير والمطبات والتعطيلات وبدا يحس وانه وهذا اكده لنا توا سي عبد الحميد الدلاسي اللي كان ضيفنا توا في الانترفيو يحس بروحه هو رقم مش صعب لكن خلينا نقولوا رقم لا مناص منه يمكن في المعادله السياسيه اذا كان فشلت الحوارات اليوم بين التيار خاصة وحركة النهضة الحق خذيت أبعاد أنا قعدت بيت فيها تو من مثل جيت تقول له نعطيك وزارة العدل نعطيك الشرطة العدلية مش سهلة لو مش جيت تقولها أولا ثم الدولة وثم ترتيبات وثم تنظيم وثم هذا وهكذا نقابات الأمنية رجعت اليوم شفتها نقابات الأمنية قالت شنو أنت بديت تقسم لي في الوزارة وتهز في الأجهزة حسب طلب بعض الأطراف معناها وهذه اقترحت عليها حركة النهضة لإرضاء وي والشرطة العدلية مش تعمل غدوة يعني مسائل الحق مش بهالسهولة وبالتالي هنا تفهم الجملة اللي يقولوها هما في البيان نتاعهم وقت يقولوا النأي عن المحاصصة الحزبية وتشكيلها انطلاقا من كفاءة واختصاص وعطيس برامج أولوية اقتصادية واجتماعية. أنا يظهر لي قلب تونس توا في حوار متقدم كذلك مع النهضة، النهضة حتى دوفر وفو، النهضة خاصة على خلفية الخلافات اللي موجودة بينها وبين رئيس الجمهورية، بيان سور ما يخوضوش فيها هما علنيا، احنا من واجبنا كصحفيين باش نخوضوا فيها ولا نتساءلوا عليها ونلحوا في السؤال بطريقة لا جوجة أحيانا، لكن هما بيان سور السياسيين يقول لك ديما خلي لصالحهم كانوا وثبى أشياء يمكن يعرفوها ما نعرفوهاش لكن سأتيك بالأخبار من لم تزودي، لا هما يظهر لي ما همش ماشيين في حكومة الرئيس مش ماشيين ودائر تشوف أنت النهضة وحلفائها يتهموا التيار يقولون لهم أنتم ما رأوا عندكم نية مبيتة باش تمشوا في حكومة الرئيس قال عبد اللطيف بحذاك البارح شفتوا أنها ترحى بشكل واضح وجلي المسألة هذه لما كان ضيف عندكم في حنبا دونك المسألة شنو نراو أنه النهضة كما كان يقول عنا سيناريو واحد واثنين وقال لك السيناريو الثالث كان باش يمشي له راهو مش بسهولة مش مضمون زادة فهمت وانا وانت يقول خويا ما حبوش يمشيو السيناريو انت خبيت تبقى لي وانا زادة ابريك تو يخي البلاد تو باش تحمل يعني الوضع هذا تغلق الاخرى دونك تحية تونس حط روحه قريب وتحية تونس ولا تشوف انت تصريحاته مؤخرا عن طريق هو موجود في قلب المفاوضات تحية تونس انا البارح جاني من التيار وقرا لي البيان اللي في اطار المبادرة تاع جابر بن مبارك الحبيب عجيلة قرا لي البيان من بين ما تم المقترحات هذه نتاع الحاق جهاز الشرطه العدليه بوزاره العدل والموافقه على منح التيار وزاره العدل ووزاره الاصلاح الاداري وياخذ وزاره اخرى بعد الاتفاق مع تحيه تونس بمعنى وانه فما بصفه رسميه تحيه تونس في التاليفات تحيه تونس موجود وهذه من المعطيات اللي ظهرت البارح فور اكزومبل وما كان والناس يتسالوا هما تصريحاتهم لحد الجمعه اللي فاتت وبدايه الاسبوع يقولوا احنا خارج المنظومه الكل لكن اليوم قلب تونس تحسوا وانه ولا ياخذ في مواقف انستيتيوشنال يجتمعوا يخرجوا بيانات يخرجوا معناها حاجات اللي تحس بهم يحبوا يظهروا كهما الشريك النزيه معناها لاسوسي اونيت معناها في العمليه نتاع تكوين الحكومه ويمكن انا نرى في الساعات الجايه باعتبار انه داخليا لم تحسم الامور داخل التيار وكذلك لم تحسم الامور بين التيار والشعب والشعب يقولوا لا التيار ماهوش ماشي وتونس حكه ونسكت كل تعرف في المسألة كيفاش معناها شنو يصير في خبايا الأمور يظهر لي قلب تونس سيكون هو صاحب التوليفة مع حركة النهضة بعد ساعات أو بعد أيامات قليلة في حال وأنه تعذر الاتفاق مع التيار التيار حتى تشوف محمد عبو تصريحاته البارح يقول هاوكا مش يقولوش احنا عطلنا وهربنا هاو قبلنا لكن قبلنا اسميا قبلنا المبدأ يقول فرنسوية لا اكسبتي دي بو دي ليفت
معناها قبلوا هكاك الترزي مش يرجع للمشاورات يقولك دونك قلب تونس يحس روحه هنا وقدم اسامي وعنده عديد الاسماء اللي قاعد يقترح فيها وتشاوروا حتى مع الغنوشي وثم اجتماعات وقعت حتى بين نبيل القروي والحبيب الجملي وراجل الغنوشي في داره في مواقع اخرى دونك ثم مشاورات كذلك متقدمه لكن المعلومه زاد اللي البارح بالحق انتبهنا لها هو انه تحيه تونس دخل في التوليف الوغ لحد الان تحيه تونس فما خلافات داخليه بسبب الدخول في الحكومه القادمه حتى تحيه تونس اليوم فما قال لاخر زوز شقوق على الرغم من انهم هما ينفيو ولكن الخلافات راه تخرج الى العلن وتظهر حتى من خلال حديثنا احنا كاعلاميين مش فقط في المنابر الاعلاميه ولكن حتى في الاوف مع القيادات تفهم معناها احيانا ربما يسرونا حاجات ما يقولولهاش معناها في الاعلام ولكن فما باش ما نقولوش شقوق ولكن فما خلافات على لا توندونس بانه تحية تونس تكون موجوده في الحكومه القادمه وبين يقول لك لا يا سيدي خمس سنين خلينا نكونوا موجودين في المعارضه نعاودوا نبناو الحزب عفوا عندنا مشروع نتاع مساله التوحيد ها ما يسمى بالعائله الوسطيه الديمقراطيه الاجتماعيه هذايا اللي هذول مش باش ترى النور دونك فما حاجه اسمها انانيه وحب زعامتيه فيها. فوالا دونك اليوم الحبيب الجملي على ما يبدو كما كل يحب يعرس وعنده زوج بنات واحدة أغنية لكن يقولوا عليها في كلام معين وواحدة بنت عائلة لكن فقيرة وهو حب يميل البنت عائلة الفقيرة باش يحافظ أن بو على معناها الجوست نتاعو والتيم نتاعو لكن مع بنت عائلة والفقيرة ما مشاتش الأمور يقول نمشي للمرأة الأغنية وبليتو شكون ما قالوش فيه كلام ويظهر لي باش يعمل زواج كان مش مع التيار سيكون الزواج مع قلب تونس وعبد الحميد الزراشي كان ياكد توا يقول احنا حتى الكتله الديمقراطيه ماهيش باش تخوفنا علما انه بعض الناس يقولوا كان يقعدوا التيار والشعب في المعارضه تنجم تكون ثم معارضه قويه وتنجم تكون ثم ضمانات اكثر للكونترول نتاع عمل الحكومه توا نشوفوا ان تو تي تات كوز يظهر لي ماناش باش نلقاو على الاقل التوليفه الثالثه اللي هي هاجينه نتاع الكلهم مع بعضهم لكن على الاقل كان ما مشاش التيار ومرتبط بالمسؤول الثاني نتاعو باش يمشيوا مع قلب تونس وقلب تونس على ما يبدو قبيله نحكي على بوريس جونسون وبريطانيا في بريطانيا عندهم ما يسمى حكومه الظل شادو جوفرمنت حكومه حاضره وقلب تونس عنده شخصيات وقدمها هما يقولوا الشرط الوحيد ما يكونش شخص محل شبهات فساد هما عندهم شخصيات حب يقدموهم من المجال المالي من المجال البنكي سان سكريت بوليشينال الناس الكل تعرفهم الناس هذوما موجودين على الخط ويناقشوا واضح في موضوع اخر وزير التربيه حاتم بن سالم ياكد انه تعاطي المخدرات اصبح تختيرها في المدارس الفت الى انه 9% من التلاميذ يتعطاوا الافه هذه اغلبهم تتراوح اعمارهم بين 16 و17 سنه بن سالم اكد انه وزاره التربيه انخرطت في استراتيجيه لمكافحه الادمان من خلال توفير دوريات امنيه في محيط المدارس اللي تمثل نقاط سوداء وشدد على اهميه المتابعه النفسيه في الاستراتيجيه اللي ما زالت ضعيفه كما شدد على ضروره توفير الاخصائيين النفسانيين في هذا المجال. بن سالم تابع انه في اطار سياسه الوقايه لابد من التحسيس مخاطر الادمان في البرامج التربويه وضروره مراجعه التوقيت المدرسي. نزيهة العبيدي وزاره المراه اعتبرت ان العنف في صفوف الاطفال ازداد نتيجه تعاطي المخدرات وفي نفس السياق مدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني يأكد ويكشف على أنه سفيان 53% من الشباب يتعاطون المخدرات لأول مرة ما بين 16 و20 سنة وأغلبهم في محيط الأتراب. والله شوف ساعة أولا نحب الكلام تاع السيد الوزير قال 9% من التلاميذ يتعاطون هذه الأف 9% يظهر 19 وانا 9% 180 ألف تلميذ من على زوج ملايين تلامذة 200,000 يعني عندك 100,000 مقاطعين على الدراسة ولا 120,000 سنويا و200,000 منهم جزء يمكن يتعطاوا في هذا دونك عندك 300,000 تلميذ يعني كمان حاجة خطيرة جدا آن الأوان للإصلاح التربوي هو لمح إلى إعادة النظر مراجعة التوقيت المدرسي يجب أن يرتبط كذلك بالتوقيت العائلي وبتوقيت عمل المرأة خلينا نقول المرأة في تونس اليوم مهضومة في التوقيت نتاع العمل نتاعها وفي التوقيت العائلي والمرأة تخدم في الدار تروح للدار تخدم التوقيت العائلي لا يتماشى مع التوقيت المدرسي والتوقيت عمل المرأة لا يتماشى مع حابدوا يعملوا بعض قوانين لكن عملوها معناها لازم يكون عندك أكثر من 3 صغار أقل من 20 سنة ولا يكون واحد لطف معاك والحاجات كيما هكا أون توكا الشروط تكاد تكون تعجيزية في التاتيك مش في البريفي
هذايا اون بلوس معناها اليوم معناها عندك باتش وورك، عندك فوسي فوسي اكلاتي نتاع حالات. اليوم وقت يقول السيد الوزير وانه عندنا تقريبا 200 الف تلميذ يتعاطوا في الافه نتاع المخدرات راهو شيء خطير جدا، وبعد يقول لك 53% من الشباب بين 16 و20 سنه، وهذيك السن اللي يوليو فيها ادكتد معناها يوليو مرتبطين بالحاجه هذه. دونك اليوم بصراحه تساؤلات كبرى، اولا حول الخطاب اللي شرع للدروغ واللي اعتبروها دروغ دوس وغيره في مجتمع كما تونس. مش خطاب برك، هو التنزيل من حتى من العقوبات جمله معناها. اي معناها نشجعوا. شجع. المره الاولى هكا ما نشدكش وكل شيء، ونحب الشيء العلاقه السببيه، وانا قلت عديد المرات بين الدروغ والديمقراطيه عمري ما شفتها بكل صراحه. تقول لي المنظومه العقابيه تطبق على كل شيء، المنظومه العقابيه نجم نمشي العقوبات البديله وغيره. ثانيا كذلك طرح التساؤل حول اش قاعدين نعملوا من اجل نوعي هؤلاء الشباب. شفتش انت برامج تحسيسيه؟ شفتش مسلسلات رمضانيه؟ شفتش حاجات؟ ما نمساوش احنا افتح يا سمسم اللي كبروا عليه عديد الشباب، افتح يا سمسم راهو سيسام ستريت واللي تعمل في امريكا وقت كان موجود ماكلوها ولازرتشيلد وما ادراك جهابيث الاعلام والاتصال في العالم اللي درسوا الناس الكل وكانوا مدرسين الكبار، واللي لاحظوا انه الشباب السمر انذاك في بعض المدن الامريكيه كاليفورنيا وغيره خرجوا في مظاهرات عنيفه وغيره، قالوا نعملوا برامج معناها هذاك الضفدع كامل وش اسمه هذاك نعمان وغيره راهي عندهم وظيفه تربويه رهيبه كانت. من بعد جاوا المشرقيين خذاها وعملوا هذايا افتح يا سمسم، لكن سيسام ستريت هذا من البرامج ومن اكبر البرامج اللي عملت من اجل ادماج هؤلاء الاطفال مش في العنف وفي الموت. كي تشوف فيلم معناها كيما بويز ان ذا هود تشوف 40 50% من الشباب السمر والسود يعيشوا في البلاك تاون ويموتوا صغار ويتعطاوا الجريمه والعنف وغيره. دونك اليوم بكل صراحه يلزمنا الحكومه الجايه من الاولويات منظومة تربوية جديدة وإصلاحات تهم العائلة. راهو حقوق المرأة مش ضد حقوق الرجل، وحقوق المرأة منها حقوق الطفل، وحقوق الطفل هو حقوق العائلة وحقوق التربية، معناها كلها مرتبطة ببعضها، ما ناخذوهاش من زاويات معناها انعزالية بقدر ما ناخذوها من زاوية عامة. 53% من أطفالنا بين 16 و20 سنة معناها يتعطاوا في المخدرات لأول مرة، عندنا 120 ألف ينقطعوا على التعليم سنويا، 200 ألف يتعطاوا الدروغ في محيط المدرسه، قد وتعمل دوريات اللي يسرق يغرب باللحاح يلزم دي بروبليم دو فون، والاساتذه كذلك قبل الاستاذ والمعلم. سي محمد ادريس عمل مسرحيه كل عام اسمها حي المعلم سيولا نسيت عام 86، راهو المعلم بناء تونس الحديثه، المعلم راهو خدم ومرشد اجتماعي، خدم قابله، خدم طبيب، خدم معناها ميدياتور سوسيال. كان يشوفوا الناس المعلم والاستاذ خدموا في الاقاليم التونسيه وفي الجهات خاصه بعد الاستقلال في بدايه الستينات، راهو عملوا اشياء رهيبه. ومن منا لا يتذكر معلم أو أستاذ كان عنده دور حاسم في تكوين شخصيته وفي لحته وفي أعطاه جانب مشرق في حياته. دونك اليوم بكل صراحة مجتمعنا مريض. حاجة أخيرة نختم بها، بربي الأولياء التوانسة يزيونا من الأنانية اللي قاعدين به في القهاوي، ما نجيش يزد تقعد في القهوة أما تلهيب أولادك شوية وشوف امتحاناتهم وشوف اليوم الأولياء يحرق الفلوس يقعد في القهوة ومتملح ويقعد 6-7 سوايع ومتملح بكل شيء، وثم اللي يكتشف له بلي زافير بتاعه ونهار يعيطوا له الامن يلقى ولده معناها في مركز الشرطه في قضيه غيره. دونك يزيوم الانانيه كذلك نتاع الكبار. اكبر ضحيه في هذا المجتمع الان هو الطفل وهو الام كذلك، المراه زاد كام ضحيه كبيره نتاع منظومتنا.